باشمهندس محمد، الحمد لله على السلامة. خدنا فاصل قصير، وكنت أريد أن حضرتك تحدثنا عن كيفية تعامل التيارات الإسلامية ككل، سلفيين، إخوان، جميع الفئات الإسلامية، كيفية التعامل مع الليبراليين، مع السياسيين، مع النصريين، مع كل طوائف شعب مصر، حيث أن كل هذه الطوائف أو معظمها يتخوفون من الإسلاميين. تفضل. بداية أنا عايز أفهم الإخوة الإسلاميين أنهم لا ينظروا لإرضاء الناس. لو أردنا إرضاء الناس أو كل الطوائف لن نستطيع أن نبقى على الجادة، سوف ننحرف هنا وهنا. علينا أن نؤمن بالله سبحانه وتعالى، وأن ننظر أو نبحث عن النظام الإسلامي الصحيح، وندعو إليه كل الطوائف، ونقيم الحجة عليهم، ونظهر لهم محاسن هذا النظام ومساوئ الأنظمة التي هم عليها، ونفهمهم أن هذا النظام الرباني فيه الخير كله لهم، وفيه العدل، وفيه الأمان والضمان بألا يحدث ما حدث من في العهود البائدة والأنظمة السابقة. هم يرون أن الإسلاميين جاءوا ليقصوا جميع الطوائف أو جميع الحركات. يجب أن يعلموا أننا نقف معهم في المطالب الشرعية الصحيحة والحقوق المشروعة لهم، ولا ننحاز إلى أي جهة من الجهات. هم يطلبون في الجمعة القادمة مثلا، هم عندهم حق في ذلك، 9 سبتمبر في حق في ذلك. هذه الأيام إنهم يجدون أن الإسلاميين الذين يدعون أنهم إسلاميين، أنا أقول أنهم إسلاميون، لكن هم يدعون أنهم إسلاميون، وفي نفس الوقت ينحازون إلى المجلس العسكري أو أينما كانت القوة، وينسون أن القوة في جانب الله سبحانه وتعالى، وأنه هو القوي الحق، يعني أقوى الأقوياء ولا أقوى من الجميع. فلا بد أن نقف بجانب الله، ولا ننحاز إلا للحق وللشرع. فهؤلاء المتظاهرين أو المعارضة الآن لهم مطالب شرعية، لهم مطالب شرعية من محاكمة حسني مبارك ورد الأموال المنهوبة، إلغاء المحاكمة العسكرية والعدالة والحرية للناس، ومنع الرشوة والفساد والسرقة والنهب، ومطالبهم بأنهم لابد أن يوفر لهم الحياة الكريمة، لازم ياخدوا يعني رواتب تضمن لهم العدالة الاجتماعية. العدالة الاجتماعية، كل الحاجات دي احنا يجب ان ننصرهم فيها، واذا وقفوا وقفة في ميدان التحرير او في اي مكان اخر نقف معهم، وايضا لابد ان نقف معهم ضد العدو الصهيوني اللي اعتدى على مقدساتنا ونهب ثرواتنا واخذ المسجد الاقصى ويقتل جنودنا. فلا يجب ان يكون موقفنا واضح وصريح في هذا الموضوع. لا نقف بجوار الناس كلها، سواء كان شيوعيين ولا نصارى ولا غيره، واقفين في قدام السفاره الاسرائيليه واحنا غايبين. ده يعني دي حاجه خزي وعار. فين المسلمين؟ ازاي اول ناس اللي كانوا موجودين؟ انا طبعا شفت اخوه موجودين، لكن حاضرين بصفتهم الشخصيه بس، لكن افاجئ بان كل التنظيمات اللي بتدعي اسلاميه وبتدعي كده واقفه مع المجلس العسكري، وما وقفتش في مواقف زي كده، او اذا وقفت بتيجي متاخره. ده المفروض ان احنا نكون في المقدمه، اللي هو ربنا امرنا بكده. اذا حضرتك تدعو الاسلاميين بنزول يوم الجمعه القادم. يعني ايه اللي انا اقصده؟ إذا إحنا وقفنا هذه المواقف قبل الناس، لابد الناس هتثق فينا. الناس ما بتثقش فينا ليه؟
عشان المشايخ اللي بيدعوا انهم مشايخ الاسلام ومفرضين نفسهم على المسلمين وهم متراجعين، مش يعني اللي عملوه في السجون تراجع عن الدين، مش مراجعات زي ما سموها دي، ده تراجعات. ولم يخزوا مما فعلوه في السجون، وخرجوا نصبوا نفسهم على الرغم منا فوق رؤوسنا شيوخا وأئمة، ويفعلون ما يحلو لهم دون الرجوع للدين ولا حتى للمسلمين اللي هم لا يقبلوا ذلك. حضرتك تقصد تفاصيل معين أنا أعرفه ولكن دون ذكر اسمه يعني. لا مش فصيل واحد. مش فصيل واحد. إيه الإخوان؟ الإخوان كانوا عاملين صفقة مع حسني مبارك ودخلوا البرلمان ولم يفلحوا في البرلمان، يعني هو لو قلنا ان هم بيقولوا الكلام ده بيخشوا وبيقر النظام الديمقراطي على سن يسر ما فلحوش، وحتى لو فلحوا مش عملوا حاجه، وغايه ما يستطيعوا انهم يعملوا نظام زي اردوغان زي تركيا، وهو لم يحقق شيء بالاسلام ولم يطبق نظام الاسلام. فهم يعني الإخوان والسلفيين. أنا عايز أنوه حاجة مهمة جدا، إن إحنا إن لفظ سلفي ده أنا لا أعرفه، أنا أعرف أن المسلمين اللي على الحق هم أهل السنة والجماعة، اسمهم أهل السنة سنة وجماعة. هذا اللفظ لفظ السلفيين لم يأتينا إلا من السعودية، من المشايخ اللي بيروحوا يبوسوا رجلين السعوديين ويستبدوا منهم وبعدين يسموا نفسهم سلفيين. احنا اهل سنه وجماعه، وده كلام اللفظ اللي الرسول صلى الله عليه وسلم او الاسم الرسول صلى الله عليه وسلم سمانا بيه، وهو اللي موجود في كتب الائمه، وهو اللي بيتكلم عليهم الطائفه الناجيه لاهل السنه والجماعه ما انا عليه واصحابي. وابن تيميه وضح، ابن القيم وضح الطائفه ديت واسمها ايه، لم يذكر فيها اسم سلفيين. واسم سلفيين دوت ما الشيعه سالهم سلف، يعني ايه سلفيين؟ ما حدش يسمى بالسلفيين. اذا حضرتك اهل السنه والجماعه دخيل على مصر، احنا اهل السنه والجماعه والناس اللي هم لا يرضوا بالاسلام بديل ولا ينحازوا الى شرق او غرب ولا يقروا ديمقراطيه باجنده اسلاميه ولا دوله علمانيه او دوله مدنيه باجنده اسلاميه، يجمعوا بين النقيضين. الناس اللي ما بيعملوش كده اسمهم اهل السنه والجماعه، الناس اللي بيعملوا الكلام ده خارجين عن اهل السنه والجماعه. وده كلام انا نداء بوجهه للاخوه، انهم لازم يميزوا نفسهم باللفظ او بالاسم الشرعي اهل السنه والجماعه عن التيارات الاخرى اللي هي بتحيد عن الحق او اللي هي السبل حدت عن السبل وتفرقت يمينا وشمالا وسمت نفسها بأسماء مختلفة. شيخ محمد عبد الحميد الشقاوي، نحن نشكر حضرتك على هذا الوقت، وإن شاء الله نتقابل معك في الجمعة القادمة 9 سبتمبر إن شاء الله. إن شاء الله. ولك جزيل إن شاء الله أنا هحضر في إن شاء الله. قادم 9 سبتمبر الجمعة الجاية. الجمعة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله هحضر في البيت. السلام عليكم. عليكم السلام.